وحياتي اللي راحوا واللي صاروا الحبيب. كرمال اللي راحوا كل سنة مع أول ريحة أيلول قداس وصلاة ولقاء عنيتهم، ومين غيرهم شهداء المقاومة اللبنانية. هذا التاريخ تاريخ نضال، يعني اليوم ساعة عم قدس لشهدائنا بتلاقي شهداء من 75 لهلا، هذا مرحلة التاريخ، هذا جوجة التاريخ ونضال ومسافة طويلة من الحياة ومن الزمن، كل واحد أوقات متذكر شيء هذا وقت بهالمعركة بهالمعركة بهالسنين، هذا جوجة نضال عمرها 30 سنة مش بين يوم والتاني. إذا بتسألي كل واحد هون لكل الشباب اللي عم تشتهر هودي شبابنا، نحن قوتيين مندفعين، أنا برأيي إذا بترجع تسأليهم بيرجعوا بيستشهدوا كرمال وطنهم كرمال بقائنا هون بالشرق. هالمطرح المغروز بين الصخر والجبل والسنجين رح يعبق ببخور الذكرى ويصير أيلول ورق أصفر، مش دلالة على موسم خريف، إنما أيلول بيتكي عحفاف أيام جديدة مع يسوع المسيح. بحس إنه كل نقطة دم نزلت من هدول الشهداء إلى شيء كتير معنى كبير تبقينا وعم نستمر، يعني مثل كأنه كادو بدي أقدمه لأولادي تياخذوه ويقدموه لاولادهم تنبقى على هاي الارض، فبقى كيف نقول لهم ميرسي على القليل نتعب. اليوم يلي ملتزم بحزب القوات اللبنانيه ملتزم بقضيه قدمت الاف الشهداء، فاقل شيء نحن نقدر نقدم من وقتنا ونقدم من حياتنا يعني شويه تعب وجهد، لانه يعني انا ببلش من جدي بخص عبود اللي هو شهيد بحادثه الارز، قدم حياته تنبقى نحن والاف من الشهداء البقيه على كافه الاراضي اللبنانيه. اقل شيء انا اقدر اقدمه السنه وكل سنه اني التزم بهالقضيه، شو بتطلب مني حضور ووقت وتضحيه عن اشياء ثانيه من شغلي او من عائلتي، انا اكيد مستعده والي الشرف اني اكون بنت هالقضيه واني ناضل بهالطريقه. خليه نحل تغزو العمهله قرص العسل، شباب صبايا بيتجندوا كل سنه مثل هالوقت تيكونوا على الموعد، والموعد منه لقاء عادي عابر، الموعد لقاء مع ارواح الشهداء محضورهم المدوي فينا، مع ذكراهم اللي ما بترحل، مع وجودهم بحياتنا اللي ما بفل، شهدائنا اللي رسموا لنا درب النضال وعطيوا قيمه ومعنى وقدسيه للقضيه اللبنانيه وتجذرها بهالارض. هذا حدث بالنسبه لنا اساسي، نحن الشهداء اللي استشهدوا دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الوجود المسيحي بلبنان، امانتهم كثير كبيره بالنسبه لنا، ونحن حقيقة قد ما نعمل قد ما نشتغل منو فيهم قسم صغير من حقهم يلي التضحية اللي قدموها. أكيد مثل ما عم تشوفوا هلا نحن عم نشتغل صرنا 10 أيام على الأرض، لأن مسرحنا بياخذ وقت معنا، بنجرب أكيد نحن كل شغلنا بنعمله بحب وبمحبة وبعطاء، لأن نعتبر أنه هيدا الاحتفال أهم احتفالات بتعمله القوات اللبنانية، لأن هيدا قداس لشهدائنا. عيون الشهداء وبوجودهم الحنون حوالينا معراب تغزو الحكاية استمرارية لشهداء عن جد أحياء فينا، ورح يضلوا أحياء طالما في صلاة ترتفع اسمهم ومنرتفع معهم ع مجد القيامة وع كرامة الاستمرار بالنضال حتى الشهادة.